طبعا أصحاب المبدأ ينعرفون بأفعالهم، ولما تكون راية المجد هي عنوان طريقهم أكيد راح تتقدم هاي الطلائع المسيرة للنهضة الحسينية الخالدة، الشباب والشيوخ والنساء والأطفال للسباق والتسابق لزيارة الإمام الحسين عليه السلام. طبعا رصدت هواتف الذكاء الاصطناعي رجل كبير بالسن متوجه لزيارة الأربعينية لتعزية مولاتي فاطمة الزهراء وزينب الحوراء عليهما السلام لأرض الطفوف لكربلاء المقدسة. كل الناس من تروح تتوجه للزيارة تحمل بجعبتها الحاجات والأمنيات أيضا اللي تتمنى أن تتحقق، لكن شيخنا بهذا الفيديو حامل شيء راح نتعرف عليه من خلال الفيديو. هذه 17 سنة مشان الله أكبر ويقضي على هاي الجمرة اللي ما تخاف الرسول ولا تخاف الله، صواريخ مدمرة تضرب بهذا العمر الله وهذا المسير الله يدعي للشعب الفلسطيني. اي والله انت بهذا العمر المبارك. نعم نعم مو تعب عليك؟ لا لا بالله لا بالله لا بالله صار الله ما شاء الله. 17 سنة مكشان تمشي لسيد الشهداء. نعم احنا كل شعب العراقي يدعي للشعب الفلسطيني ويكفيهم شر الظلمة، مثل ما ظلم ابو الحسين قاعدين يظلمون الشباب الفلسطيني. نوصل ان شاء الله. الله يا ابا عبد الله احسنت بك ونقلدك الدعاء والزياره بتعجيل الفرج ان شاء الله وان يفرج عن الشعب الله. الفلسطيني مثل ما حضرتك دعيت. نسالكم الدعاء والزياره ابويا. مشاهدينا ومثل ما شفنا هذا الرجل المتوجه للإمام الحسين عليه السلام هو يحمل بداخله أنه يقول أني أوصل للإمام الحسين حتى أدعو للشعب الفلسطيني، يعني ماكو هيجي أخلاق وماكو هيجي تربية وهيجي توارثوا الناس حب الإمام الحسين وأيضا حب الإنسانية وحب الخير للغير، رايح للإمام الحسين لكي يدعو لأبناء فلسطين لإخوتنا في فلسطين حتى رب العالمين ينصرهم ويعجل الفرج من الكيان الصهيوني.